مرحبا، انا كوتش لينا من جودن كيك بوكسنج اكاديمي، معي كوتش ليندا كالعاده. وبهذا الفيديو راح افرجيك اكثر 5 طرق شائعه بنفتح فيها اللعب بالفايت. الطريقه الاولى اللي بفتح فيها لعب، وهي اكثر يمكن اكثر طريقه شائعه بكل الالعاب القتاليه، اللي هي الجاب جاب. بلعب مع الخصم، بدخل عليه جاب جاب، بغض النظر الاولى بتصيب او ما بتصيب، هدفي اصيب بالجاب الثانيه. الطريقة الثانية اللي بفتح فيها لعب وبرضه شائعة كثير، اللي هي ادخل جاب كروس. مش هدفي اصيب باول جاب، هاي بس فتحة لعب، بعدين بكون انا مجهزة ايدي القوية عشان اضرب فيها احاول اصيب بالايد الثانية، فانا بفتح جاب كروس. الطريقة الثالثة اللي بفتح فيها لعب، استعمل اجري الامامية. اذا بدنا نستهدف مثلا الجسم او الوجه، عادة بنفتح لعب بفرونت كيك، بخليني شوي اقرب من خصمي. بس خلصت الفرونت كيك، صفيت انا خطوة ماخذة زيادة للامام، فانا قربت منها وبكمل لعب. فرونت. او بقدر استعمل الراوند هاوس بدل الفرونت كيك، نفس الطريقه تقريبا. يا ما بسحب سحب بوصل فيها للخصم، يا ما بعمل البندلم اللي هو بستعمل اجري اليمين، بحرك اجري اليمين اول وبطلع راوند، طبعا بكمل لعب. الطريقة الرابعة بفتح فيها لعب، اني استعمل الاجر الامامية، العب فيها لو كيك على رجل الخصم اللي قدامي. العب لو من الداخل، بقرب شوي وبكمل لعب. اللو كيك ممكن استعملها على الفخذ نفسه، او ممكن استهدف بطة الرجل، يعني الجزء اللي تحت الركبة من الرجل. ممكن انا اذا ضربت تحت في معي مجال كمان اخل توازنها. الطريقة الخامسة والأخيرة اللي بنشوفها كثير بفتح في ناس لعب فيها، اني انا قبال خصمي اطلع 45 درجة باتجاه الشمال مع سليب على الشمال، سليب من هون، بعدين اطلع خطوة لعندها باتجاهها مع هوك شمال. فسليب ضربت او ما ضربت هي، يعني اذا بلشت لعب هي او ما بلشت لعب، انا بقدر افوت عليها بهاي الطريقه. في كل الاحوال اذا كانت هي بدها ترمي اي ضربه، فانا بكون حامي حالي، طالع برا مسارها، بعدين لازم اعمل جمب صغيره لقدام واتحرك بشمال عشان اقرب منها توصل الهوك تبعتي. طبعا كل واحد من هدول الطرق اللي بفتح فيها لعب، انا هاي هي مفتاحي لبدايه اللعب، لانه انا بكون بعيد شوي عن الخصم، فلازم اقرب منه ويصير في عمليه ضرب والتحام، وبناخذ وبنعطي انا وياها بالضرب. فلما افتح لعب مثلا جاب جاب، مش معناته باخذ جاب جاب ومثلا بوقف او بطلع برا الزون، المفروض انا اكمل لعب عشان اقدر احصل نقاط قد ما بقدر، ويكون لعبي فعال مع الخصم تبعي بافضل طريقه. فما بتضرب بس الضربات اللي هم بفتح فيهم لعب، بتكمل وراهم الكومبو اللي انت بدك تلعبه، بتخلص الكومبو تبعك بعدين ترجع بتطلع بتاخذ نفس، بترجع بتفوت حسب ظروف الفايت اللي عم بيصير. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، اذا عجبكم اعملوا لنا لايك، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل، وكمان ما تنسوا تكبسوا كبسه الجرس اللي تحت عشان يضل يجيكم نوتيفيكيشن اول باول كل ما ننزل فيديو جديد. سلام.